أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم سر التفوق في علم الأحياء للصف الأول الثانوي. طبعا بدأنا في سلسلة مراجعاتنا. الحلقة السابقة كانت أول مراجعة عملناها على النظام الجديد، الأسئلة اللي بتقيس مستويات التفكير. مش عايزة أقول عليا عشان ما تخافش منها، لا هي أسئلة عادية لكنها ليست أسئلة على نفس وتيرة السنوات السابقة. يعني الأسئلة دي بتبحث عن فهمك للمعلومة وليس تذكرك وحفظك ليها. عشان كده احنا من أول الترم واحنا بنركز ان احنا نحاول نفهم كل جزئية، وجه دور المراجعة فبنحاول برضو ان احنا نراجع معاك بنفس الأسلوب. النهاردة تعتبر تاني حلقات مراجعتنا والحلقة قبل الأخيرة من المراجعة. كل سنة وانتم طيبين. هنبدأ امتحانات الترم ان شاء الله الأحد القادم. كلنا بندعي لكم وبنقول ربنا هيوفقكم ان شاء الله وما تقلقوش، والموضوع هيبقى سهل وهتحس ان هو افضل كتير. طبعا اكيد انت عارف ان الاسئله هتكون على نظام البوكلت. بوكلت بمعنى ان انت هيديك حاجه زي الكشكول او كراسه، حوالي من 4 إلى 6 ورقات هتجاوب في نفس مكان السؤال. يعني ما فيش ورقه اسئله ورقه اجابه، لا انت هتجاوب في نفس المكان، يعني السؤال وفي عدد سطور بيتيح لك ان انت تجاوب فيه. ولو كان اخطر هيبقى عندك النقط اللي انت هتختار منها، وطبعا هتظلل الاجابه اللي انت هتختارها. خلي بالك لو شكيت في اجابتك ومش عايز او حسيت ان اجابتي غلط الغيها، اعمل عليها اكس ولاغي وابدا اعلم على الاجابه الاخرى اللي انت شايف من وجهه نظرك انها هي الافضل. ما ينفعش اسيب اجابتين في اختر والا هتتلغى معاك الاجابه. بنحاول اديك شويه تعليمات بسيطه تفيدني في اللي جاي. امتحانك هيكون عباره عن 10 أسئلة اختر، اتفقنا؟ كل سؤال هيكون بدرجه. عندي بعد كده اسئله تانية، عندي 6 أسئلة، مقال قصير ومقال طويل تتراوح من درجه لدرجتين. مش هطول عليك، حلقة الأخيرة إن شاء الله هتكون مراجعة ليلة الامتحان، هتكون يوم الحد القادم إن شاء الله. هنحاول نجمع فيها كل المعلومات اللي المفروض تكون معاك عشان تستقبل تاني يوم الورقة الامتحانية بتاعتك وإنت مطمن ومتدرب عليه. عشان ما نضيعش وقت تعال ندخل نشوف أسئلتنا النهاردة إزاي. في أسئلة كتيرة من اللي أنا جبتها النهاردة مبعوثة على مواقع التواصل، وكان في طلبة طالبين إنها تتحل. الى حد كبير جبت جزء كبير منها، والباقيه ان شاء الله هجيبه لك في حلقه المراجعه. تعال نبدا مراجعتنا ونشوف اول سؤال بيقول اختر الاجابه الصحيحه من بين الاقواس. ركز كويس، بيقول لي ما نوع السكر الذي امامك؟ السكر اللي قدامي ده ايه؟ طب تعال كده نعرفه ازاي. انا عندي كام ذره كربون؟ 1 2 3. انت بتعد ذرات الكربون فقط. طبعا في ذره كربون متحده مع ذره اكسجين بربطه او بربطتين تساهميتين ثنائيتين، في ذره متحده مع مجموعه هيدروكسيل والاخرى برضو مع هيدروكسيل. طب يا ترى ده يعتبر سكر نوعه ايه؟ تعال نشوف الاختيارات. هل هذا السكر يعتبر سكر ثلاثي ولا ثنائي ولا احادي ولا رباعي؟ طبعا الناس اللي هتستعجل هتقول السكر ده ثلاثي على اساس انه فيه 3 ذرات كربون. لا مش ثلاثي، السكر ده المفروض هيكون سكر ايه؟ احادي. ليه احادي؟ طيب احادي لان 3 ذرات كربون، واحنا اتفقنا السكريات الاحاديه يتراوح عدد ذرات الكربون فيها من 3 إلى 6، وانا عندي 3 كربون يبقى ده سكر احادي. طيب شوف سؤال تاني بيقول ايه؟ ما اوجه الشبه بين نسيج الخشب والنسيج الكولانشيمي؟ ايه اوجه التشابه بين الخشب والكولانشيمي؟ طيب تعال نشوف الاختيارات هيقول لنا ايه. هل التشابه بينهما نوع النسيج واحد ولا شكل الخلية زي بعضها ولا حجم الخلية واحد ولا اشتراكهم في وظيفة واحدة؟ تتوقع ايه؟ فكر، هل يا ترى نوع النسيج؟ لا احنا بنراجع، يعني لازم ابقى عارف ان الخشب او نسيج الخشب ده نسيج مركب. طيب والنسيج الكولانشيمي؟ لا ده نسيج بسيط، يبقى ما ينفعش نوع النسيج، وما ينفعش شكل الخلايا اكيد، وما ينفعش حجم الخلايا. امال ايه الاجابه الصح؟ اشتراكهم في وظيفه واحده. هتقول لي بس الخشب والكولانشيمي ما بيشتركوش في وظيفه واحده، مين قال؟ نسيج الخشب مسؤول عن التدعيم بجانب انه مسؤول عن نقل الميه والاملاح الى انسجه النبات او الى ورقه النبات، كمان مسؤول عن التدعيم. وكذلك الكولانشيمي، ده الكولانشيمي كان مغلظ عند الاركان بماده السليلوز، يبقى برضه مسؤول عن التدعيم.
يبقى مشتركين في وظيفة واحدة كده مطمئنين. طيب السؤال التالت بيقول سكر مين يعتبر عامل مشترك في جميع السكريات الثنائية من السكر اللي بنلاقيه موجود في أي سكر ثنائي؟ هل هو سكر الفركتوز ولا المالتوز ولا اللاكتوز ولا الجلوكوز؟ الموضوع عايز شوية تفكير. طيب سكر المالتوز ده سكر ايه؟ ده سكر ثنائي اولا، يعني سكر المالتوز ده عبارة عن جلوكوز وجلوكوز، خلاص خليه على جنب. الفركتوز ده احادي، واللاكتوز ده سكر اللبن او موجود في اللبن، ده احادي. يبقى المفروض السكر اللي هيكون عامل مشترك معاك مين؟ هو سكر الجلوكوز. ليه؟ تعال نفتكر مع بعض الثلاث انواع من السكريات الثنائية. طبعا حلقة يوم الحد ان شاء الله هنحاول اول نص ساعة نعدي بسرعة على المنهج النقط الرئيسية فيه، ونختم النص ساعة الأخيرة بالأسئلة برضو على نفس المستوى. طيب أنا عندي كم نوع سكر ثنائي خدته؟ خدنا سكر الملتوز، سكر الشعير عبارة عن إيه؟ اتنين جلوكوز مع بعض، جلوكوز وجلوكوز. طب خدنا سكر السكروز اللي هو بنقول عليه سكر التحلية أو سكر القصب، ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن جلوكوز وفركتوز، وفركتوز ده سكر العنب. طيب لما أجي أشوف السكر التاني اللي هو سكر اللبن اللي هو سكر اللاكتوز، ده عبارة عن ايه؟ جلوكوز وجالاكتوز. لاحظت ان كلهم فيهم سكر الايه؟ الجلوكوز. يبقى الجلوكوز يعتبر عامل مشترك، عشان كده هو اكتر سكر احادي بيستهلكه الجسم في الحصول على الطاقة. اشمعنى ما فكرش في الفركتوز او في اي نوع اخر من السكريات الاحادية الاكثر وفرة، اللي دايما اي مادة غذائية بعد تحليلها بتديني السكر ده، هو الجلوكوز. فاكيد هو اللي بستخدمه في الحصول على الطاقة عن طريق حركه في وجود الاكسجين في الميتوكوندريا. طيب نشوف سؤال رابع بيقول لنا ايه. عند زيادة عدد ذرات الكربون في جزيء الجلوكوز الى 12 ذرة فانه يصبح ايه؟ يعني الجلوكوز المفروض في 6 ذرات، طب لو خليته 12 هيتحول الى ايه؟ نشوف الاختيارات. هل هيتحول لفركتوز ولا جالاكتوز ولا سيليلوز ولا لاكتوز؟ طب تعالى واحده واحده، ينفع فركتوز؟ لا. ليه؟ الفركتوز سكر احادي، خلاص خليه على جنب. ده انا بقول لك 12 ذره، هتقولي ما انا مش عرفتني ان هو مش احادي. 12 ذره يعني سكر ثنائي، لان الاحادي من 3 ل 6 قلناها من دقايق. يمكن جالاكتوز برضو ده احادي. طب ما يمكن سيليلوز؟ لا ده معقد، ده بنقول عليه عديد التسكر، يبقى اكيد هيطلع سكر مين؟ اللاكتوز، لان اللاكتوز سكر ثنائي و12 ذره كربون يعني ثنائي. خليك فاكر ان السكر احادي من 3 ل 6 والثنائي يعني 2، يعني اعلى رقم هلاقيه في 12. اللي ما يعلو 12 اكيد هيكون معقد. خلي بالك عشان لو جاب لي اي ارقام، لو انا سكر احادي من 3 ل 6 يعني 1 و2 ما يعتبرش معايا سكر، انا عايز عدد ذرات الكربون 3 4 5 6، اكتر من كده لا، كده السكر الاحادي. طب اعلى من كده ونوصل لغايه 12 يبقى ده سكر ثنائي، يبقى الثنائي اعلى رقم ليا فيه 12. طب لو جاني رقم بعد ال 12 لا، يبقى ده عديد معقد او عديد التسكر. طيب نشوف السؤال رقم 5 بيقول لنا ايه. يقوم هيكل الخليه بجميع الوظائف الاتيه عدا، يقوم هيكل الخليه بجميع الوظائف الاتيه عدا. هيكل الخليه شبكه من الخيوط. طيب هل يا ترى يكسب الخليه دعامه؟ هو فعلا بيكسب الخليه دعامه، خلي بالك السؤال بيقول عدا. هل يعمل كمسارات للطاقه او لانتقال المواد؟ ممكن. هل بيتحكم في مرور المواد منه الى الخليه ولا بيساعدني في الحفاظ على شكل الخليه؟ اكيد اغلبنا عرف الاجابه ايه، حتى لو انت شاكك اكيد يتحكم في مرور المواد. طب ليه اكيد؟ لان انت عارف ان المسؤول عن التحكم في مرور المواد من والى الخلية هو الغشاء البلازمي، وده بيقول لك هيكل الخلية شبكة الخيوط، يبقى اكيد ملهاش علاقة بالتحكم في مرور المواد من والى الخلية، لان المسؤول عن حاجة او المسؤول عن ده هو الغشاء البلازمي. مهم قوي قوي اعرف كل مكان او كل تركيب، كل عضية وظيفتها ايه، وانا ركزت على الكلام ده اكتر من مرة. الجدار حماية تدعيم يكسبه شكله الخاص، الغشاء البلازمي طبعا علشان فيه حبيبات البروتين هو اللي بيتحكم في مرور المواد من وإلى الخلية، علشان كده قلنا عنده خاصية اسمها ايه؟ نفاذية اختيارية،
وفيما بعد ذلك كل عضية لها شغلتها وليها عملها وهنجلها. طيب سؤالنا 6 بيقول: المسؤول عن دفع البلع الغذائية في القناة الهضمية. المسؤول عن دفع البلع الغذائية في القناة الهضمية، انت بتمضغ الطعام وتبدأ تحركه عن طريق اللسان لغاية البلعوم وملكش علاقة بيه بعد كده، ايه اللي بيحركه بقى وبيمشي ازاي في المريء والمعدة والقناة الهضمية وخلافه؟ تعال نشوف الاختيارات. هل يا ترى العضلات الملساء هي المسؤولة؟ هل يا ترى العضلات الهيكلية هي المسؤولة؟ ولا النسيج الضام الوعائي؟ ولا النسيج العمادي الطلائي؟ المسؤول عن دفع البلع الغذائية. هتقول لي متردد. طيب تعالى نمسكهم واحدة واحدة. هل العضلات الملساء؟ اه ممكن. طيب هل العضلات الهيكلية؟ لا، ده دي حركة انقباض وانبساط، حركة، حركة الجذع، حركة الرأس، الفكوك، الأطراف وخلافه. نسيج دم وعائي، دم ولمف، مال ومال البلع الغذائية. النسيج العمادي الطلائي، عمادي، معدة وأمعاء. هتقولي ما أنا كنت شاكك في ده. أيوة، معدة وأمعاء كتركيب عضلات عشان يعمل خض وعجن للمادة الغذائية في المكان ده، ولكنه لا يدفعها. اللي بيزقها مين؟ طبعا العضلات الملساء. خلي في بالك العضلات الملساء توجد على طول القناة الهضمية. القناة الهضمية قناة مفتوحة الطرفين، بدأت بالفم وانتهت بفتحة الشرج. على طول القناة دي من أول المريء فالمعدة فالاثنى عشر فاللفائفي فالأمعاء الغليظة، كل دي عليها العضلات الملساء. ليه؟ علشان ما ينفعش البلعة تفضل في المكان ده فترة زمنية، لازم يتم دفعها. وأنا من المسؤول عن دفعها؟ العضلات الملساء. عرفت إنها ملساء؟ لأنها لا إرادية. هل أنت تقدر تتحكم في حركة العضلات بتاعت القناة الهضمية؟ طبعا لا، يبقى دي ملساء. هل تقدر تتحكم في عضلات الاوعيه الدمويه، جدر الاوعيه الدمويه؟ برضو لا، دي ملساء. اي عضله تجيلك فكر فيها، هل هي اراديه انا بتحكم في تحريكها؟ يبقى دي عضله هيكليه مخططه اراديه. هل هي عضله انا ما اقدرش اتحكم في تحريكها؟ اذا هي عضله ملساء باستثناء القلب. احنا متفقين ان العضله القلبيه اسمها عضله قلبيه لأنها تجمع في خواصها بين الهيكلية وبين الملساء، يبقى مش هنختلف في النقطة دي، يبقى العضلات الملساء. نيجي لسؤال 7 بنشوف هيقول لنا إيه. يحصل النبات على الأكسجين من خلال النسيج، نقط. يحصل النبات على الأكسجين من خلال النسيج، نقط. هتقول لي أنا ما خدتش حاجة زي كده في الأحياء أو في تميز الخلايا. طب تعالى نبص على الاختيارات وأنت هتفتكر. هل يا ترى اللي بيوصل الاكسجين للنبات هو الخشب ولا اللحاء ولا النسيج الكولانشيمي ولا النسيج البارانشيمي؟ ها هتقولي ما خدتش. لا هقول لك خدته فين. في تميز الانسجه النباتيه، في التميز في الانسجه النباتيه خدت ان في نسيج اسمه النسيج البسيط، والبسيط ده بيندرج تحتيه 3 انواع: البارانشيمي، الكولانشيمي، الاسكارانشيمي. وعشان اسهل لك الامور قلت لك كل نوع هاخد تحتيه 3 كلمات. البارانشيمي بناء ضوئي، تخزين، تهويه، ولو حفظنا طول هعرف اجيب اللي وراه. بناء ضوئي يبقى عنده بلاستيده، تخزين عنده فجوات، تهويه عنده مسافات بينيه. تهويه اهو يعني اكسجين، يعني غازات، تبادل غازات، يبقى النسيج البارانشيمي. طب والكولانشيمي؟ سيلوز عند الاركان، تدعيم وليونه. طيب والاسكلرانشيمي مغلظ كمان باللجنين بالاضافه للسليلوز، اذا هيعطيك ايه؟ قوه وصلابه. يبقى انا كده فهمت كل نسيج بيتميز بايه. يبقى طبعا اجابتنا هتكون الاجابه رقم د، النسيج البارانشيمي هو المسؤول عن الحصول على الغذاء، اسفة، الاكسجين. وبرده الغذاء على فكره ما هو برده بيقوم بالبناء الضوئي. طيب النسيج الضام الوعائي يصنف كنسيج، خلي بالك الوعائي يعني دم ولمف. طب ده يعتبر ايه؟ بسيط ولا مصفف ولا متنوع ولا مركب؟ انا ما خدتهاش. لا انت خدتها. النسيج الضام الوعائي احنا لسه قايلين الدم، والدم عباره عن ايه؟ كرات دم حمراء وكرات دم بيضاء وصفائح دمويه تسفح بماده بين خلاليه تسمى البلازما. يبقى ده نسيج ايه؟ مركب.
ليه؟ انواع مختلفه من الخلايا، نوع اسمه كرات دم حمراء مسؤول عن حمل الغازات، نوع اسمه كرات دم بيضاء مسؤول عن الوقايه وحمايتك من الامراض والميكروبات، نوع اسمه صفائح دمويه مسؤول عن حدوث التجلط الدموي والبلازما. يبقى مختلفين اهو، ما هماش كلهم شكل واحد ونوع واحد ووظيفه واحده، لا ده متباينين، ده عده خلايا مختلفه في الشكل وفي النوع والوظيفه. اذا هو نسيج مركب، يمكن مش مذكور في الكتاب نصا ده، بس احنا بندور على تفكيرك. انت عرفت ان انا عندي حاجه اسمها نسيج دم وعائي، وده يعني دم وليمف. ابدا افكر الدم ده عباره عن ايه، طب الليمف ده عباره عن ايه، خلايا دم مختلفه في الشكل والتركيب والوظيفه، وطالما اختلفت يبقى ده نسيج ايه، مركب، علما انه مش موجود يبقى نسيج مركب. تمام. سؤال رقم 9 بيقول عند فحص الانقسامات الميتوزيه داخل الخلايا الجسديه، هتقول لي ما درستهاش، خدت انواع ميكروسكوبات، هستخدم انهي ميكروسكوب علشان اعرف افحص الانقسامات الميتوزيه دي؟ هل يا ترى هستخدم الميكروسكوب البسيط ولا المركب ولا الالكتروني الماسح ولا الالكتروني النافذ؟ هتقولي انا ما خدتش البسيط، يمكن، بس انا واحنا بنشرح قلته لك، النسيج البسيط اللي بتشوفه عند الجواهرجي لما يجي يبص على دمغه بتاعت حاجه ذهب، بتشوفه عند بتاع الساعات لما يجي يستخدم عدسه في عينيه عشان يبص على التروس عشان يصلح لك الساعه بتاعتك، يعني هو عباره عن عدسه واحده فسموه بسيط. بينما المركب درسناه عدستين، عينيه وشيئيه، الماسح الكتروني معتمد على حزمه الكترونات ولكنه يفحص الخليه من الخارج، سطح الخليه من الخارج. طب والنافذ؟ ده من اسمه نافذ، هو ده اللي بيدخل جوه العضيات، هو ده اللي بيقدر يجيب لي التراكيب اللي داخل العضيات. طب انت بتتكلم عن انقسام الميتوزي، وانا درست في اعدادي ان الميتوزي بيحدث داخل النواه، شوف فين، انا بتكلم عن حاجه جوه اهو، يبقى لازم يكون ميكروسكوب الكتروني ايه، نافذ اكيد، يبقى مش لازم الموضوع نصا، لكن انا بعتبر ان انت راجل بتفهم طبعا، يبقى الالكتروني هيكون ايه، نافذ، يبقى لازم استخدم الكتروني نافذ. سؤال رقم 10، وطبعا انا مركزه على ان انا بجيب 10 اختر، ان في الامتحان هيجي لك 10 اختر. تخزن الطاقه داخل المونيمرات العضويه في، تخزن الطاقه داخل المونيمرات العضويه في، ده سؤال جالي على موقع التواصل، هخزنه فين؟ هل هخزن الطاقه دي في انويه ذرتها ولا هخزنه في مستويات الطاقه لكل ذره ولا هتخزنه في الاي تي بي ولا هتخزنه في الروابط الكيميائيه اللي بين الذرات؟ هتقول لي الكلام ده جديد عليا، طب ما تعالى ناخد فقره فقره ونحاول نفهم. هل ينفع اخزنه في انويه الذره، نواه هخزن فيها طاقه؟ بالطبع لا. مستويات الطاقه لكل ذره هروح اعين فيها طاقه؟ طبعا هي اسمها مستويات الطاقه، اه، لكن انت درستها، ده مفروض ان مكانها او وظيفتها ان بيدور فيها الالكترونات بسرعات فائقه. طيب هتقولي طب ما الاي تي بي بتخزن، اوكي هخزن الطاقه داخل المونيمرات العضويه في الاي تي بي ولا في الروابط بين ذراتها؟ هتقولي طب ايه العلاقه بين جيم وبين دال، الاي تي بي روابط، ايه الفرق بينهم؟ تخزن الطاقه داخل المونيمر، يبقى انا كلمتك عن المونيمر اللي هو سكر الجلوكوز، لما يكون السكر ده فيه طاقه، الطاقة دي متخزنة فين؟ طبعا في الروابط بين ذراتها، حتى كنا بنقول كسر الروابط بين ذرات الجزيئات لتحرير الطاقة. بص حاجة من بين السطور، يعني لو اوبن بوك وجبت كتاب ودورت مش هتلاقيها، ما انا بعتمد على ان انت واحد بتفكر زي ما اتفقنا. طب هتقولي طب ما هو الاي تي بي انا بخزن فيه طاقة، كلامك صح، بس الاي تي بي عبارة عن ايه؟ ده مركب نقل للطاقة، عملة الطاقة، يعني بعد ما بتحرق الجلوكوز في وجود الاكسجين وتنطلق منه طاقه حراريه، انت بتروح تعينها في الاي تي بي. لكن انا بقول لك انا ما حرقتوش، انا عايزاه مونيمر، انا ما حرقتوش، انا عايزاه يفضل جلوكوز. وهو جلوكوز بقى الطاقه متخزنه جوه الجلوكوز فين؟ طبعا بين الروابط او في الروابط. وافتكر موجوده فين في كتاب الوزاره؟ هيقول لك في عملية الهدم ان انا بكسر الروابط بين ذرات الجزيئات لتحرير الطاقة، يبقى انت فهمت ان الطاقة كانت فين في المونيمر ده؟ في الروابط اللي بين ذراتها. سؤال حلو، يبقى طبعا اجابتنا الصحيحة
في الروابط الكيميائية اللي بين ذرات هذه المونيمرات. انتهينا كده من أسئلة الأخطر، وهدخل في نوع تاني أسئلة متنوعة. بمعنى إيه أسئلة متنوعة؟ يعني مش بديك اختيارات، ممكن أقول لك فسر، ممكن أقول لك علل، ممكن أجيب لك عبارة وأحط تحتها كذا سؤال وأحط لك عليهم إنصاص، ممكن أجيب لك رسمة وأطلب منك تجاوب عليها أو حط لي عليها أرقام، ممكن أطلب منك رسمة. لو قابلتنا أي رسمة هنرسمها النهاردة أو حلقة المراجعة، هحاول إن أنا أجمع لك الرسومات اللي إحنا مطالبين بيها. ومؤقتا إيه الرسومات الوارد إنها تجي لك؟ وارد أوي يجي لي الرسمة بتاعة النيوكليوتيدا، وارد أوي يجي الرسمة بتاعة الحمض الأميني اللي هو وحدة بناء البروتينات، وارد تركيب النواة، البلاستيدة، الميتوكوندريا، الخلية العصبية، اللحاء. 7 رسومات دول ذاكرهم كويس. طيب تعال نشوف ايه اسئلة متنوعة. هجيب لك عبارة ونسأل تحتها اكتر من فقرة. انا مش هلتزم ان انا اجيب لك 4 نقط تحت العبارة دي، انا هجيب اكتر، انا بحاول اجيب لك كل ما يدور حوالين العبارة دي. لكن في الامتحان لو ده مقال قصير يبقى من درجة واحدة هيطلب منك نقطتين فقط، لو ده مقال طويل يبقى من درجتين ممكن يجيب لك نقطتين كل نقطة بدرجة، أو 4 نقط كل نقطة منهم بنص درجة، أو يجيب لك هنا رسمة. فأنا بجيب لك العبارة وأجيب لك كل الأسئلة اللي ممكن تيجي في العبارة دي. طيب تعال نشوف إيه العبارة اللي هيجيب لي عليها الأسئلة. الهستون يوجد في تركيب الكروموسومات. ماشي، مفيش مشاكل. أنا عارفة إن الكروموسوم عبارة عن جزيء من الدي إن إيه ملتف حول بروتينات الهستون اللي سميناه الكروماتين. قال لي كروموسوم، قال لي كروماتين، واحد، لأن الكروموسوم عبارة عن قد يكون كروماتيدان وقد يكون كروماتيد واحد. دي العبارة اللي بالأصفر، دي العبارة. شوف بقى يسألك عليها إيه. 1، انسبه إلى وضعه التصنيفي مع ذكر المونيمر. يعني الهستون ده وضعه التصنيفي إيه؟ بروتين. طب بروتين بسيط ولا مركب؟ لا ده بروتين مركب. ليه؟ أصله متحد مع أحماض نووية مذكورة في كتاب في تصنيف البروتينات. بروتينات متحدة مع أحماض نووية تديني كروماتين. إذا وضعه التصنيفي بروتين وبروتين مركب. طب ما ذكر المونيمر بتاعه؟ إيه هو المونيمر؟ المونيمر هو الحمض الأميني اللي هو ذرة كربون وسطية، وفي عندي 4 روابط. ممكن برضو إحنا اتفقنا لو قابلتنا أي رسمة نبدأ نشتغلها علشان نبقى جمعنا الرسومات اللي معانا. عشان أرسم الحمض الأميني بعمل ذرة كربون وسطية، وأنا عارف إن الكربون ده فيه 4 روابط حول ذرة الكربون. أول حاجة هجيب مجموعة الكربوكسيل الحامضية CoOH، مجموعة الأمين القاعدية NH2، وهيدروجين والآر، دي مجموعة طبعا الألكايل. لازم جنب كل واحدة أقول اسمها إيه. دي مجموعة الكربوكسيل، ودي مجموعة حامضية، ودي مجموعة أمين، ودي مجموعة قاعدية. يبقى عبارة عن ذرة كربون وسطية، مجموعة الكربوكسيل الحامضية، مجموعة الأمين القاعدية، والار الالكايل. خلي بالك الار دي او الالكايل ده اللي كان بيعمل اختلاف بين حمض اميني واخر، وذره الايه؟ الهيدروجين. يبقى ده التركيب بتاع الحمض الاميني اللي احنا قلنا احنا مطالبين بيه. طيب ادي اول سؤال. طلب ايه تاني؟ ما العضو المسؤول عن تخليقه؟ ده كبروتين مين اللي خلقه؟ انا ما خدتش الهستون، مين اللي بيخلقه؟ مش مهم الهستون، انت خدت البروتين، مين اللي بيخلقه؟ ايه العضية المسؤولة عن تخليق البروتين؟ مصنع انتاج البروتين طبعا مين؟ الريبوسوم. الريبوسوم، بس خلي بالك الريبوسوم ده موجود في مكانين. الريبوسوم ده قد يكون موجود على الشبكة الاندوبلازمية يجعلها شبكة خشنة او محببة، وقد يكون موجود في السيتوبلازم، يسبح في السيتوبلازم. واللي بيسبح في السيتوبلازم ده مسؤول عن تخليق مين بقى؟ اللي بيسبح في السيتوبلازم مسؤول عن تخليق بروتينات النمو والتجديد. انا عايزه اسم العضيه بس انا بحاول اجيب لك اللي حواليه. يبقى العضيه هي الريبوسوم. ايه السؤال التاني اللي مطلوب؟ ما الحمض النووي الناقل لشفرته من الاباء الى الابناء؟ وموضح لي في السؤال اهو، انا عايزه الناقل لشفرته. الحمض النووي الناقل لشفرته من الاباء الى الابناء. هتقول لي هو الهستون.
محمول له شفرة محمولة على الأحماض النووية. طبعا هو مش بيخلق، هو مش في كل مرة بيحصل لك فيها انقسام أو بيحصل تضاعف وبتطول أو اتجرحت وبتكون جلد جديد أو أي نوع من أنواع العوامل اللي ممكن تخلي خلاياك تنقسم انقسامات ميتوزية. أنا لما اتجرحت واتكون جلد جديد ده جالي منين؟ مش انقسام ميتوزي؟ طيب أنا عشان بكبر، لو شاب لسه بيكبر، طفل بيكبر، بيكبر إزاي؟ شعرك عشان يطول، ضوافرك عشان تطول، كل الكلام ده بيجي منين؟ مش دي كلها انقسامات ميتوزية؟ طيب يبقى في، وطبعا مع كل مرة بيحصل فيها الكلام ده أنا بعمل تضاعف للدي إن إيه، إن أنا بكون خليتين أو أربعة، المهم بعمل تضاعف دي إن إيه، يعني محتاجة هيستون عشان الهيستون ده يكثف لك الدي إن إيه عشان يدخل في حيز النواة. المقصود إن مع كل مرة بيحصل فيها ده، يحصل فيها انقسام ميتوزي، بحتاج إن أنا أخلق الهيستون ده علشان يدخل في تكوين أو في تكثيف الدي إن إيه الجديد، يبقى أنا كده كده عايزاه. طب من المسؤول عنه بقى؟ مين المسؤول عن انه بيحمل المبدأ او بيحمل الشفرة من الاباء الى الابناء؟ طبعا الدي ان ايه. يبقى الحمض النووي المسؤول او الناقل لشفرته من الاباء الى الابناء هو الدي ان ايه. رجع قال لي طب ما الحمض النووي المسؤول عن تخليقه؟ الار ان ايه. ركز في الكلام، اللي واخد الشفرة او اللي عليه النسخة اللي انا هطبعها هو الدي ان ايه. الهيستون الخليه دي بتنقسم، انا محتاجه بروتين هيستوني، نو بروبلم، مفيش اي مشاكل، ادخل على كتاب الطبخ الكبير الدي ان ايه، هتلاقي الدي ان ايه في مقطع معين فيه، في صفحه فيه هتحتوي على شفره بناء الهيستون، ادخل على الصفحه دي صورها اطبعها، مين اللي هيطبعها لك؟ الار ان ايه. الار ان ايه بقت الصوره اللي معايا، يطلع بره النواه علشان يقابل الريبوسوم ومع بعض ار ان ايه وريبوسوم يخلقوا لك هذا البروتين، مع ان البروتين ده هتحتاج انك تدخله تاني جوه النواه، مفيش مشاكل. لازم يتخلق بره في السيتوبلازم وبعدين يدخل جوه النواه عشان يكثف الدي ان ايه. يبقى الناقل لشفرته من الاباء الى الابناء، وقلنا اباء الى الابناء عشان ما تتلخبطش عشان تعرف ان ده الدي ان ايه. لكن المسؤول عن تخليقه بقى طبعا الار ان ايه. طب بص السؤال اللي وراه بيقول ايه؟ اين يخلق؟ يعني مكان التخليق بيتم فين؟ انا لسه قايلها حالا، مكان التخليق فين؟ في السيتوبلازم. ولماذا؟ ما اعرفش. هقول لك ليه. ليه ما تعرفش؟ انت بتخلط بروتين صح، البروتين ده وحده بناءه مين؟ الحمض الاميني. الحمض الاميني بيسبح في السيتوبلازم، يبقى لازم يخلط في السيتوبلازم لان الحمض الاميني يسبح في السيتوبلازم. يبقى اين يخلط؟ في السيتوبلازم. ولماذا؟ لان الحمض الاميني يسبح في السيتوبلازم. طيب شوف السؤال اللي وراه بيقول ايه، كل دي حوالين فقرة ما خدتش مني سطر. أين يوجد، أقصد مين؟ الهيستون أين يوجد؟ يوجد في النواة. ما وظيفته؟ يعمل على تكثيف الدي إن إيه ليشغل حي الصغير داخل النواة. تاني العبارة، يعمل على تكثيف الدي إن إيه ليشغل حيز بسيط داخل النواة. يبقى ده اللي بيأثرهولي عشان يعرف يدخل جوه النواة. طيب من اي جزء من الاغشيه الخلويه ينتقل؟ من اي جزء من الاغشيه الخلويه ينتقل؟ يعني لو انا عندي غشاء للخليه هيدخل ويخرج منها ازاي؟ من المسؤول في الاغشيه الخلويه عن مرور المواد؟ الحبيبات البروتينيه التي تعمل بعضها كبوابات وبعضها كمواقع تعرف. بص لميت لك باب في سؤال، ده يعتبر كده جزء كبير من باب الخليه جه في سؤال واحد، سؤال من سطر. يبقى الهيستون ده بروتين بيعمل على تكثيف الدي ان ايه، وحده بنائه الحمض الاميني زيه زي اي بروتين. مين اللي نقل شفرته من الاب الى الابن؟ الدي ان ايه. مين اللي خلقه؟ الار ان ايه. من العضيه اللي شاركت الار ان ايه في القصه دي في عمليه التخليق؟ الريبوسوم. مكانه فين؟ جوه النواه، وظيفته كثف الدي ان ايه. طيب لما اتكون، اتكون فين؟ في السيتوبلازم. طب دخل ازاي؟ عبر حبيبات البروتين. طيب متهيألي كده لمينا جزء كبير حوالين، طبعا في الامتحان ما تتخضش مش هيجي لك الكم ده، هيجي لك سؤال او اتنين من اللي انا كتبتهم دول، بس انا بحاول ان انا اجيب لك زي ما اتفقنا كل ما هو حول الفقره دي. ندخل على سؤال تاني بنفس النظام. الشكل الذي امامك يمثل نيوكليوتيده، افحصه جيدا، افحص كويس، ادي نيوكليوتيده، سكر خماسي،
معايا مجموعة الفوسفات مع ذرة الكربون رقم 5، ومعايا يوراسيل، حرف اليو دي يعني يوراسيل، موجود عندي مع ذرة الكربون رقم 1. عايز ايه يا عم؟ اجب عن الاتي: الشكل ده يمثل نيوكليوتيد ايه؟ دي ان ايه ولا ار ان ايه؟ ولا ينفع الاثنين دي ان ايه وار ان ايه؟ اظن ده سؤال سهل بقى، فاتح للشهية، طبعا ده ار ان ايه. عرفت منين؟ اصل في فوق يوراسيل. طيب لسه الاسئلة ما خلصتش. نوع السكر الخماسي اللي في النيوكليوتيدة نوع السكر فيها ايه؟ ريبوز ولا ديوكسي ريبوز ولا اوكسي ريبوز؟ خليك فاكر ان دي بتاعت ار ان ايه، يبقى سكر ايه؟ افتكر ار ار يبقى ريبوز، لكن لو دي يبقى ديوكسي. سهلة كده، ار ان ايه سكر ريبوز، دي ان ايه ديوكسي ريبوز. طيب سؤال جيم بيقول: من الممكن استبدال قاعدة اليوراسيل بقاعدة ايه؟ يعني لو انا حبيت اشيل اليوراسيل استبدل اليوراسيل احط مكانه مين؟ الادينين ولا الثيامين ولا الارجينين؟ طبعا انا عارفة ان تلات ارباعنا دلوقتي قال الثيامين. غلط غلط غلط، انت لسه ما بتحاولش تفكر في السؤال. مش الثيامين والارجينين، ده ما خدتش حاجة انا حمض، اسمه ارجينين. هنا الارجينين ده حاجة تانية خالص، مش قاعدة مش قاعدة. طب الادينين؟ اه طبعا. وليه ما ينفعش الثيامين؟ لانك لو حطيت الثيامين انت حولته من ار ان ايه الى دي ان ايه، ما ينفعش. انا عايزاه يفضل ار ان ايه. هل انا قلت لك عشان احوله الى دي ان ايه هحط قاعده ايه؟ لا ما قلتش. انا بقول لك ممكن استبدل، من الممكن استبدال اليوراسيل بقاعده مين؟ يبقى انا ممكن استبدلها بالادينين عشان يفضل معايا ار ان ايه. تمام. سؤال الاخير في الجزئيه دي: يمكن ان تتواجد هذه النيوكليوتيد ضمن شريط. النيوكليوتيد اللي احنا شفناها دي ممكن اشوفها متواجده ضمن شريط ايه؟ مفرد ولا مزدوج ولا كلاهما معا؟ يا ترى الشريط اللي ممكن الاقي فيه النيوكليوتيد دي هيكون مفرد ولا مزدوج ولا الاثنين؟ طبعا هيكون مفرد. ليه؟ لان ده ار ان ايه، وانا عارف ان الار ان ايه بيكون شريط ايه؟ مفرد. طيب هننتقل لسؤال تاني، وركز معايا في السؤال ده، سهل وبسيط بس محتاجين ان احنا نتذكر فيه شوية نقط. السؤال بيقول لي ايه: اكمل الجدول الاتي موضحا ناتج اتحاد العنصر لتكوين الجزيء. تعال نفهم الجدول ده عبارة عن ايه اساسا. انا رسم لك جدول وحطيت لك فيه مربعين بشكل افقي، وبقول لك في المربع الاولاني او الصف الافقي الاولاني انا كاتبه لك العنصر، وفي الصف الافقي الثاني اللي تحتيه كاتبه لك احماض امينيه. طيب عند العنصر حطيت لك مره الاي ومره بي ومره مفيش ومره اف اي. عايزك تكتب لي لو انا عندي هنا احماض امينيه، هتقول لي الحمض الاميني واحد بناء البروتين، يبقى انا بتكلم عن بروتين صح؟ البروتين ده لو انا ربطته بالاي هيدينا ايه؟ الاي ده اللي هو مين؟ اليود. هيدينا مين؟ احط ايه قدام المربع بتاع الاحماض الامينيه؟ احط الثيروكسين. الثيروكسين ليه؟ تعال ما افكرك بالبروتينات. البروتينات المرتبطه سموها مرتبطه لانها عباره عن بروتين متحد مع عناصر اخرى. لو اتحد مع يود هيكون الثيروكسين، لو اتحد مع الحديد هيكون الهيموجلوبين، لو اتحد مع فوسفور هيكون الكازين، لو اتحد مع احماض امينيه احماض نوويه هيكون الكروماتين، لو ما اتحدش هيبقى البومين. اشمعنى؟ لان الالبومين من البروتينات البسيطه عند تحليلها تندب احماض امينيه فقط، فبالتالي خلاص انا كده عرفت او افتكرت انواع البروتينات. نرجع لجدولنا تاني، لما يحط لي يود احط له قدامه ايه اسم البروتين اللي هيتكون؟ الثيروكسين. طب لما يحط لي البي فوسفور هتحط له ايه البروتين اللي هيتكون؟ فوسفور، يبقى مين؟ الكازين، موجود في اللبن. طب ما فيش عناصر خالص، ده انا هسيب لك احماض امينيه فقط، يبقى اكيد ده الالبومين. طب انا هحط حديد، يبقى اكيد ده الهيموجلوبين. ولو كنت ضفت خانه اخرى وحطيت فيها احماض نوويه كنت كتبت الكروماتين، بس انا كنت قصدي ان انا اجيب عنصر عناصر. تمام، نشوف سؤال كمان.
انا عارفه ان الاسئله ممكن تكون بترهق دماغنا شويه، بس بنتدرب. بما تفسر ضروره وجود جزيئات البروتين في مكونات الغشاء البلازمي؟ ليه؟ لما يكون في غشاء بلازمي ضروري ضروري من مكونات يكون في عندي حبيبات بروتين. هقول لك ليه. لان حبيبات البروتين بعضها يعمل كمواقع تعرف، وبعضها يعمل كبوابات، وبالتالي تتحكم في مرور المواد من والى الخليه من خلال خاصيه النفاذيه الاختياريه. اجابه وافيه. نقول تاني، لان بعضها يعمل كمواقع تعرف وبعضها كبوابات، فتتحكم في مرور المواد من والى الخليه من خلال خاصيه النفاذيه الاختياريه. تمام كده؟ يبقى انا فهمت البروتين كان دوره ايه. وطبعا عندي افكرك بتركيب الغشاء البلازمي، طبقتين من الفوسفوليبيدات، وكان عندي كمان جزيئات الكوليسترول التي تعمل على ربط طبقي الفوسفوليبيدات بعضها ببعض، مما يجعل غشاء الخليه متماسك ويكتسب شكله الخاص. نشوف سؤال كمان هيقول لنا ايه. ليه السطح الداخلي للميتوكوندريا به العديد من الاعراف؟ ليه السطح، او بما تفسر السطح الداخلي للميتوكوندريا به العديد من الاعراف؟ ليه؟ تعال نفتكرها مع بعض. الميتوكوندريا كانت محطة انطلاق وتوليد الطاقة، طب ليه السطح اللي جوه كان هي عبارة عن غشائين خارجي وداخلي؟ واتفقنا اي رسمة هتيجي نرسمها علشان نبقى بنراجع الرسومات كمان. طيب تعال نرسمها عشان نفتكر كانت ايه قصة الميتوكوندريا. الميتوكوندريا عضية شكلها بيضاوية الشكل، واخدة الشكل البيضاوي، عبارة عن غشائين، غشاء داخلي وغشاء خارجي، والغشاء الداخلي مليء بالثنيات التي تسمى الأعراف. أهي امشي كده مع حدود، بص خط متوازي مع الغشاء الخارجي وبتني، وأبدأ أحط بياناتي. رسم من غير بيانات ما أخدش عليه حاجة أو أخد نص درجة، حرام. ده اسمه غشاء خارجي. في بعض الناس تغلط تكتب جدار، أنا بتكلم عن أغشية. في فرق بين غشاء وبين جدار. الجدار غالبا في النبات سليلوز، الغشاء احنا عرفنا طبيعته ايه. وطبعا ده غشاء داخلي. تعالى على التانية دي وهسميها اعراف. وطبعا في مادة هنا بنقول عليها مادة الاساس. يبقى دي رسمة عضية الميتوكوندريا. طيب ليه الميتوكوندريا مليانة تانيات تانية؟ ايه الهيصة دي؟ ليه كده؟ فاكر لما قلت لك انا عندي مفرش كبير، بس انا وانا مسافر عايزه احطه في كيس صغير عشان يتحط في الشنطه، اعمل ايه مع احتفاظي بان انا مش عايزه اقطعه؟ كنت بعمل ايه؟ كنت بجيب المفرش ده واطبقه. لما بطبقه بخليه تنايات اهو عشان يشغل حيز صغير اعرف احطه في مكان الشنطه بتاعتي. هو ده الفكره. ان انا عايزه الميتوكوندريا تكون كبيره جدا. اشمعنى؟ دي بتاعت الطاقه، محط انطلاق الطاقه. يعني عشان اعرف اقعد واتكلم، عشان اعرف اشتغل، عشان اعمل كل حاجه في حياتي، عايزاها كبير. طب والحل؟ ما ينفعش، دي عضيه، حاجات صغيره وكمان في زحمه حواليها، في نواه وفي جلد وفي عضيات كتير. طب نعمل ايه؟ خلاص اتنيها، اعمل لها اعراف. ليه؟ عشان الاعراف دي تحافظ لي على ان انا افضل واخده المساحه اللي انا عايزاها، بس في المساحه الصغيره دي، كانك حطيتها في الغشاء الخارجي وطبقتها جوه الغشاء الداخلي. برضو ما وصلتش الاجابه. ليه؟ الاجابه النموذجيه لزياده مساحه السطح المعرض للتفاعلات الكيميائيه. اصل التفاعل بيحصل على السطح ده، فكل ما السطح زاد كل ما حصل كميه كبيره من التفاعل، كل ما هي اديتك كميه من الاي تي بي والباور اعلى تقدر تقوم بيه بنشاطك الحيويه. يبقى الاجابه ايه؟ لزياده مساحه السطح المعرض للتفاعلات الكيميائيه. لزياده مساحه السطح المعرض للتفاعلات الكيميائيه. ونكمل باقي اسئلتنا، نشوف السؤال اللي هيجي بيقول لنا ايه. بما تفسر يوجد تشابه بين عمل الميتوكوندريا والكبد داخل الجسم؟ يوجد تشابه بين عمل الميتوكوندريا والكبد داخل الجسم. يعني ايه؟ طب تعالى نفهم. في تشابه بين عمل الميتوكوندريا والكبد. هتقول لي لمعلوماتك بقى هما مختلفين، صح؟ لو انا زودت لك ايه وجه التشابه وايه وجه الاختلاف هتقول لي ايه؟ مختلفين
اولا الميتوكوندريا انت لسه قايله بيحصل فيها هدم، احتراق المواد الغذائيه عشان نحصل على الطاقه، يعني هدم. بينما الكبد بيحصل فيه بناء. اذا كان انا عندي جلوكوز هدخله الميتوكوندريا انا بحرقه عشان اطلع منه الاي تي بي اللي متخزنه بين الروابط، ولو انا هروح اوديه الكبد يبقى انا هعينه في صوره جلايكوجين، صح كده؟ يعني ده وجه الاختلاف. بس انا بقول لك التشابه، مفيش شبه. لا في شبه، انت لسه قايله حالا الشبه اللي هو ايه، بخزن الطاقه هنا في صوره اي تي بي، بخزن هنا في صوره جلايكوجين، كلاهما صور تخزين، كلاهما صور تخزين. بس في فرق بين ان انا خزنت الكربوهيدرات في صوره كربوهيدرات جلايكوجين، كربوهيدرات معقد، وبين ان انا جبته حرقته وخزنته في صوره طاقه. انا خزنته برضو، ما هو تخزين برضو، بس انت ما خزنتش كربوهيدرات، انت خزنت الطاقه الناتجه عن حرق الكربوهيدرات ده. يبقى وجه الاختلاف بينهم ايه؟ وجه الاختلاف واحد عمل هدم والتاني عمل بناء، ده وجه الاختلاف. طب وجه التشابه ايه؟ التشابه ان كلاهما صور تخزين، في صور تخزين طاقه وفي صور تخزين كربوهيدرات، الاثنين صوره من صور تخزين، لكن في طاقه وفي كربوهيدرات. يبقى خلي بالك من الكلام. طيب نشوف السؤال اللي وراه بيقول لنا ايه؟ بما تفسر؟ يمكن ان تظل ثمرة التفاح فترة دون تلف. لما تيجي تجيب تفاح وتسيب التفاحة دي بره التلاجة فترة، ممكن تقعد فترة من غير ما تبوظ، من غير تلف، يومين ثلاثة من غير ما تبوظ ويمكن أكتر. مع إنك لو سبت نفس الموضوع ده مع أي نوع من أنواع الخضار، خيار، طماطم، أي حاجة هتبوظ. طب إشمعنى التفاح مش هيبوظ؟ والجوافة أو الخضار هيبوظ. هتقولي ما خدناش الكلام ده، ما احنا اتفقنا بقى. شغل دماغك، فكر، افتكر شكل ثمرة التفاحة كويس قوي، شكلها ايه؟ هتحس ان في على ثمرة التفاحة طبقة شمعية، صح؟ بس هي دي المعنية، تحس انها بتلمع، هتحس انها لو حطيت نقطة مية هتزحلق من عليها، هتحس ان ثمرة التفاح ديت الشكل بتاعها الطبقة بتاعتها حتى لما تيجي تاكلها بتحس انها شوية ناشفة. ده بيرجع لوجود ايه؟ لأن ثمرة التفاح محاطة بطبقة شمعية. وانت درست الطبقة الشمعية فين؟ الطبقة الشمعية كنا واخدينها في النباتات الصحراوية، ما تهمنيش هنا صحراوية، يهمني ان الطبقة الشمعية بتقلل الفاقد من المية من عمليات البخر. يعني لما هسيب التفاحة فترة مع وجود الطبقة الشمعية اللي على سطحها دي، المية اللي فيها مش هتتبخر بسرعة، هتفضل محتفظة بالمية اللي فيها، فبالتالي مش هتجف، مش هيحصل لها اي نوع من انواع الفساد. انت لو بتجيب اي ثمرة تسيبها بره في الهواء بتبوظ ليه؟ هتبص لها بدأت تضمر تضمر وبتفقد المية بتاعتها نتيجة البخر. التفاحة لا، ليه؟ محاطة بطبقة شمعية تعزل ده، هتمنحها من ان يطلع منها بخار مية. يبقى محاطة بطبقة شمعية، العبارة دي مهمة، هذه الطبقة الشمعية هتعمل على احتفاظ ثمرة التفاح بالماء داخلها، مما يؤدي الى عدم فسادها في فترة بسيطة، يعني بتاخد فترة اطول شوية. يبقى دي ليه؟ ثمرة التفاح ما بيحصل لهاش اي فساد. طيب تعالى ناخد سؤال كمان. السؤال بيقول علل او بما تفسر، ما احنا لسه في سؤال بما تفسر. يظل الغشاء البلازمي يعلو السيتوبلازم ومحتفظا بشكله الخاص. يظل الغشاء البلازمي يعلو السيتوبلازم ومحتفظا بشكله الخاص، يعني ايه؟ يعني ليه دايما بنقول ان الغشاء البلازمي فوق سطح السيتوبلازم، مع ان انت عارف ان هو عباره عن طبقات فوسفوليبيدات وبروتين وجليسرول، يعني الموضوع كله مش ده شويه دهون وبروتين. ايه اللي مخليه يفضل ثابت على السطح ما بيقعش ليه؟ طب الجدار الخلوي وسيلوز وماده ودعامه وقصه كبيره، بس الغشاء ليه بيظل محتفظ؟ لان احنا قلنا ان الغشاء عباره عن فوسفوليبيدات سائله. بص كلمه محطوطه وسط الكلام في الكتاب ما بين السطور ما بتاخدش بالك منها، الفوسفوليبيدات سائله. تاني مره اضغط لك على الحته دي، الحلقه اللي فاتت جبت برضو فيها سؤال. الفوسفوليبيدات سائله، وانا عارفه ان الزيوت السائله بتكون عباره عن احماض دهنيه غير مشبعه متحده مع الجليسرول، غير مشبعه، وهي عشان غير مشبعه كثافتها ايه؟ خفيفه، فبتظل طافيه فوق السطح. عرفت ليه الفوسفوليبيدات دي او ليه الغشاء ده مش عباره عن دهون؟ لان لو دهون
مع انخفاض درجة الحرارة هتبدأ تتصلب وممكن تهبط في السيتوبلازم، باظ الكيان بتاع الخلية. لا، ده هي عبارة عن طبقة سائلة، الغشاء البلازمي عبارة عن طبقة سائلة، حتى قال لك في الكتاب في ملحوظة كده يشبه طبقة الزيت فوق المية، وهو زيت فوسفوليبيدات سائلة. يبقى أقول له إيه؟ لأن الغشاء البلازمي يتكون من طبقتين من الفوسفوليبيدات السائلة، وهي عبارة عن أحماض دهنية غير مشبعة متحدة مع الجليسرول غير مشبعة، كثافتها أقل، فتظل إيه؟ تظل طافية على سطح السيتوبلازم، محتفظة أو بمكانها في السيتوبلازم. بس لسه السؤال في حتة تانية، يعلو السيتوبلازم زي أنا قلتها، ليه بيفضل يعلو السيتوبلازم؟ أصله سائل خلاص زيت، لكن ليه بيظل محتفظ بشكله الخاص؟ ده بيرجع لوجود بقى حبيبات الكوليسترول، والكوليسترول يعمل على ربط جزيئات الفوسفوليبيدات بعضها ببعض، مما يجعل الغشاء البلازمي متماسكا ويحتفظ بشكله الخاص. يبقى بعلمك انك لما تيجي تقرا سؤال اقراه على بعضه، ما تستعجلش. قال لي يعلو السيتوبلازم قلناها، ما خدتش بالي من اللي بعد كده، اطلع من الامتحان الاقي نفس نص الاسئله طارت مني لاني ما ركزتش في قرايه السؤال كويس من اول نقطه لاخر نقطه اقرا. خلي بالك ان ممكن حرف يغير معنى السؤال كله، ممكن جزء صغير زي ده اتضاف ما تاخدش انت بالك منه، نص الدرجه ضاع مني، وطبعا حرام، اسئله خساره ان انا اضيع فيها درجات. يبقى عرفت هو ليه محتفظ بشكله الخاص وليه بيظل يعلو السيتوبلازم. طيب معانا لسه سؤالين. سؤال بيقول يخزن الجليكوجين في الكبد، بيخزن الجليكوجين في الكبد. اوعى تقول لي لان الجليكوجين ده كربوهيدرات معقده فيخزن في الكبد، دي مش اجابه. اشمعنى الكبد؟ الجليكوجين يخزن في الكبد لان الجليكوجين ده عباره عن كربوهيدرات معقده، المسؤول عن تحويل الجلوكوز الى جليكوجين هو الريبوسوم؟ لا طبعا، امال مين؟ ده الشبكه الاندوبلازميه الملساء، ودي توجد في الكبد، وبالتالي يوجد الجليكوجين في الكبد. يبقى ليه الجليكوجين مخزن في الكبد؟ لان الكبد يحتوي على شبكه اندوبلازميه ملساء. تاني، لان الكبد يحتوي على شبكه اندوبلازميه ملساء مسؤوله عن تحويل الجلوكوز الى جليكوجين. يبقى انا فهمت ليه الكبد بالذات اصل الشبكه اللي عنده شبكه ملساء. اخر سؤال بيقول تختلف بشره الجلد عن ادمه الجلد، في فارق بين حاجه اسمها البشره وبين حاجه اسمها الادمه، ايه الفارق بين البشره والادمه؟ كلاهما في الجلد، تمام، ولكن البشره في الجلد عباره عن طبقه من النسيج الطلائي، البشره طبقه من النسيج الطلائي والطلائي المصفف، بشره نسيج طلائي مصفف، بينما الادمه الطبقه التي تليها نسيج ضام اللي احنا قلنا فيه المصاريقه التي تجمع بين درجه متوسطة الصلابة وعالية في المرونة. يبقى في فرق بين البشرة والأدمة، ده البشرة طلائي وطلائي مصفف أو مركب، بينما الأدمة نسيج ضام، وأنهي ضام كمان؟ ده ضام أصيل، نسيج ضام أصيل، نسيج ضام أصيل. خلي بالك في بشرة وفي أدمة. طيب نشوف آخر سؤال معانا النهاردة بيقول لنا إيه؟ تشترك كل من الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات في بناء الخلية النباتية. تاني، تشترك كل من الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات في بناء الخلية النباتية. طب تعال نشوف القصة دي فين. ايه الكربوهيدرات بتشارك في تكوين الخلية النباتية ليه؟ لان انا عارف ان الخلية عبارة عن جدر خلوية، والجدار مكون من مادة السليلوز، وده كربوهيدرات معقدة. خلاص عرفت الكربوهيدرات. طب الليبيدات، ادخل على الغشاء البلازمي هتلاقي عندك الليبيدات، والليبيدات عبارة عن ايه؟ طبقتين من الفوسفوليبيدات، ادي دي ليبيدات معقدة مطمور فيها حبيبات بروتين، ادي المادة العضوية الثالثة وهي البروتين، مطمورة في حبيبات او مطمور فيها حبيبات البروتين.
كمان داخل في تكوين الجدر والاغشيه، انا ما دخلتش لسه جوه العضيات، انا بره الجدر والاغشيه. كمان عندك كمان الكوليسترول، وده برضو عباره عن ليبيدات ولكنها مشتقه. يبقى انا اتكلمت عن كام ماده في تكوين الجدر والاغشيه بس. الجدار الخلوي من السيريلوز، كربوهيدرات معقده، الغشاء البلازمي، طبقتين الفوسفوليبيدات، وكمان عندك الكوليسترول، ادي الليبيدات، وعندي كمان حبيبات البروتين المطموره، ادي البروتينات. كل ده داخل في تكوين الخليه النباتيه ومن غير عضيات. انا اتكلمت عن الكيان الاساسي بتاع الخليه النباتيه. هنختم لغايه كده ومش هكمل بقيه اسئله، بس على وعد ان انا لسه عندي اسئله كتيره. انتظرني يوم الاحد ان شاء الله في مراجعه ليله الامتحان، عايزاك تبدا تذاكر. اظن اكيد كلنا هنبدا نمسك اللغه العربيه دلوقتي، لان امتحانك هتبتدي باللغه العربيه يوم الاحد. يا دوبك تبدا تمسك اللغه العربيه، ارجع من امتحان اللغه العربيه ابدا امسك الاحياء، عينك تمر على المنهج كله. وانا الحلقه القادمه والاخيره ان شاء الله هتناول في اول نص ساعه مراجعه شامله، هنجري بسرعه على اجزاء المنهج ونختم بمجموعه اسئله على نفس المستوى. سعدنا جدا بلقائكم النهارده، يا رب نكون اسعدناكم واستفدنا من الاسئله ديت. وعلى وعد بلقاء اخر هقابلكم الحد الجاي ان شاء الله، وربنا يوفقكم ونسمع عنكم كل الخير. وعايز اشكر كل القائمين في القناه على المجهود اللي عملوه معانا طول الترم عشان تظهر الحلقات بالصوره المشرفه اللي انتم بتحسوها معانا دي. نيابه عنكم بشكر الكل، بشكر اسره قناه مصر التعليميه، بشكر الطلبه اللي استمتعوا معانا النهارده، بشكر كل اللي ما هو ورا الكاميرا اللي مش ظاهر لكنه بيسهر الليالي عشان يوصل لكم الجهد اللي احنا بنعمله ده. نلقاكم الحلقه القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.